صباح الخير، عاملين ايه يا جماعه؟ عامل لكم فيديو عن حاجه ناس كتير بتتسال عنها، وخصوصا البنات. البنات اكتر ناس بتسال السؤال ده، ازاي الشباب بيخرجوا ب20 جنيه بس. تعالوا انا اقول لكم ازاي تخرجوا ب20 جنيه بس بطريقه جديده غير اللي الناس عملتها، وإذا ممكن تعملوا ايه، وهقول لكم امثله وحاجات كتير كده عشان ما اطولش عليكم وما ارجعش كتير. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه دلوقتي وتابع معايا البلوج. وقت يا جدعان، زي ما انتم شايفين نزلت حلقت وطلعت البيست وخدت دوش وكده وظبطت الدنيا، ودلوقتي هنخرج. تاخدوا غزل يا بنات. فيديو النهارده ان احنا ازاي كشباب بنخرج ب20 جنيه بس. تمام، هنعمل كذا حاجه بال20 جنيه، منها المواصلات ومنها تقضيه اليوم. فتابعوا معانا الفيديو عشان تعرفوا هنعمل ايه ب20 جنيه. وقت كده احنا اول حاجه عملناها ان احنا ركبنا مترو، جبنا تذكره ب5 جنيه من 20 جنيه بقى 15 جنيه، وركبنا دلوقتي الميكروباص اهو اللي هيودينا المكان اللي احنا رايحينه ب3 جنيه ونص. تمام، عايز اقول لكم يا جماعه احنا دلوقتي رحنا قعدنا في كافيه. هي دي يا جماعه خروجات الشباب، اكتريه خروجات الشباب اللي هي الناس كلها بتسال ازاي الشباب بيخرجوا ب20 جنيه بس. احنا بنقعد يا جماعه في كافيهات او قهاوي او ايا كان، الموضوع ما بقاش مكلف لانك بتقعد بتشرب مثلا قهوه شاي بيبسي ايا كان اللي هتشربه. تمام، ما بيبقاش مكلف قوي وبتقعد براحتك، ممكن تقعد 3 4 5 6 ساعات، ممكن تبات عادي براحتك برضو. فالموضوع دي خروجات الشباب. ممكن تشرب مثلا يعني لو فرض الكافيه اللي انت هتقعد فيه القهوه مثلا ب 15 جنيه او ب 10 جنيه، فانت برضو متبقي معاك فلوس. يعني ساعات بنروح نقعد في كافيهات وبيبقى معانا فلوس وبنروح بيها عادي. هي دي اكتر خروجات الشباب اللي احنا بنخرجها اصلا. الموضوع مش صعب، الموضوع مش ازمه. اي بنت بتقول لك او في ناس تقول لك لا انا ما اعرفش اخرج غير ب 200 300 جنيه او 100 جنيه او بتاع، الموضوع مش مستاهل خالص. احنا ممكن ساعات مش لازم ان احنا حتى نقعد، احنا ساعات ممكن نتمشى. فاهميني قصدي؟ يعني الفكره بس مش بتبقى في المكان اللي انت هتقعد فيه او انت هتجيب ايه ولا هتعمل ايه، الفكره في ان انت عايز تخرج، عايز تفسح نفسك او تبسط نفسك. برضو الحاجه اللي بتخلي اليوم مميز شويه الناس اللي معاك، لما الناس اللي معاك بيبقوا انت مرتاح معاهم او ناس مريحين، فانت بتحس ان الخروجه كويسه. طبعا احسن ما تنزل تقعد مع ناس انتوا كلكم ماسكين الموبايلات وسايبين بعض وقاعدين قعدتكم زي قعدتكم. الموضوع يا جدعان عادي جدا وعادي، ممكن تخرج ب 20 جنيه زي ما قلنا، والموضوع مش صعب ومش اللي هو ما فيهوش حاجه اللي هو صعبه بقى اللي هو لا ازاي وبيعملوا ده ازاي. مش معجزه على فكره، الموضوع سهل جدا. انت لو عايز تعمل حاجه هتعرف تعملها. لو انت لسه جديد في القناه اعمل لي سبسكرايب ودوس على النوتيفيكيشن بوتوم اللي هو زر الجرس عشان يوصلك اي فيديوهات جديده او فلوجات جديده هعملها. استنوا في الفلوجات الجايه. واخر حاجه عايز اقولها رساله الفيديو، انت حد جميل، خليك واثق في نفسك. استنوا في الفلوجات الجايه وهبقى اعمل لكم فيديو تاني خروج عن خروجات الشباب وكده، وممكن نخرج نعمل ايه تاني ب 20 جنيه برضو او اقل من كده. سلام.